وللحديث عن عودة التظاهرات بشكل أقوى رفضاً لفساد الأحزاب السياسية في العراق والتردي في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في الأونة الأخيرة في العراق، معنا من بغداد الأستاذ عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. مرحباً بك معنا. أهلاً وسهلاً بك أخي يونس وكل المشاهدين الكرام. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عبد السلام. نبدأ من عودة التظاهرات بشكل أكبر في المحافظات الجنوبية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي. والسؤال يدور عن يعني سؤال المواطن العراقي الآن، إلى متى يستمر هذا الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، كل الناس وكل العراقيين يعلمون أن مشكلة الكهرباء بالعراق مشكلة كبيرة ومعقدة، ابتدأت من عام الاحتلال عام 2003 واستمرت بشكل تصاعدي وبدون حل، ومعاناة المواطن تزداد خاصة في فصل الصيف، لأنه على مدى 17 سنة يسمع الوعود من المسؤولين بحل هاي المشكلة ولكن هاي لم تحل، ذلك لوجود عدة عوامل. أول شيء الفساد الإداري والمالي الذي يوجدان في هذا القطاع، والجميع يعلم المبالغ الطائلة التي صرفت على الكهرباء. اثنين، وجود أطراف داخلية وخارجية مستفيدة من هذه المشكلة ومن هذه الأزمة وتقاتل بكل ما لديها من وسائل لتبقى المشكلة قائمة. نعم. ثلاثة، عدم وجود جدية بحل هذا الموضوع من قبل الحكومات المتعاقبة، ومنها عدم محاسبة الأشخاص اللي سلموا قيادة وزارة الكهرباء عن التلفق وعن الفساد اللي حصل، وعليه ستبقى معاناة المواطن العراقي لفترة زمنية أخرى، ولا يوجد حل جدي من قبل الحكومة، بل هناك أمر تخدير ووعود بحلها فقط. نعم. طيب، إذا نظرنا إلى التقارير الصحفية والتصريحات النيابية كلها تحذر الحكومة من موجة تظاهرات قادمة، ويعني هذا يثير سؤال كبير، ما الذي يمنع الحكومة من طمأنة الجماهير من التحرك إلى وضع أسس لإعادة هيكلة البنى التحتية في العراق ولا سيما في قطاع الكهرباء؟ أنا ذكرت لك قبل قليل سابقا العوامل اللي تحول دون حل مشكلة الكهرباء. نعم، لكن نقصد أن الحكومة الحالية تتحرك باتجاه حل هذه المشكلة. نعم نعم، أنا وياك. يمكن أن نضيف أهم عامل يمنع الحكومة أو أي مسؤول بهذا القطاع على التحرك نحو الحل، وهي الإرادة. الإرادة مفقودة عند المسؤولين العراقيين، ليس في قطاع الكهرباء بالمناسبة، بل كل قطاع الحياة أيضا. نعم. وذلك لوجود تأثيرات إقليمية وداخلية من قبل أطراف مستفيدة من هذا الوضع. نعم. وما دامت هذه الأحزاب موجودة وتنفذ الأجندات الخارجية فلا يمكن أن نجد حلول لمشاكلنا ومنها الكهرباء. إضافة إلى عوامل أخرى أقدر أضيف لك إياها، وهي سوء الإدارة وسوء القيادة والفساد المالي والإداري، هي كلها أسباب تضاف على عدم إعادة البنى التحتية للعراق ومنها الكهرباء. نعم. النواب تحدثوا أن ملف الكهرباء هو ملف سياسي تحكمه أوامر خارجية، كيف يمكن لحكومة أن ترهن قطاع مهم مثل قطاع الكهرباء للخارج في بلد مثل العراق ويصدر النفط بالأساس؟ أخي العزيز، كلنا نعلم من يحكم العراق ويسيطر على قراراته ومقدراته، ألا وهي الأحزاب والفصائل التي تأتمر بأوامر خارجية ونقطة بها تحديدا إيران. إيران هي أكبر وأول المستفيدين من مشكلة العراق الكهربائية، لأن إيران تزود العراق بكهرباء وبأسعار عالية جدا قياسا لبعض البلدان المجاورة ومنها عرب المملكة العربية السعودية. إيران تزود العراق أيضا بغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الإيراني وأيضا بأسعار مرتفعة. هذه الحالتين العراق يدفع مبالغ خيالية لإيران مقابل هذين الأمرين، ولو كانت هناك إرادة فعلية وجادة لتم بناء محطات توليد كهرباء
بهاي الأموال أو على الأقل مثل ما عملت مصر العربية. نعم. فإذا القرار هو قرار سياسي. إلى جانب هذا القرار السياسي، حكومة الكاظمي ومن سبقتها من حكومات بعد عام 2003 كلها تحدثت عن مكافحة الفساد ولا سيما في هذا القطاع. السؤال عن ما العوائق التي تقف دون العمل على يعني حل هذه المشكلة ووقف الفساد في هذا القطاع تحديدا؟ ببساطة الجواب، كل الحكومات اللي حكمت العراق منذ عام 2003 ولحد الآن لم نجد رئيس وزراء جاد في مكافحة الفساد. السبب أن الأحزاب اللي تأتي بهذا رئيس الوزراء تطلب حصتها من موارد الدولة ومن الوزارات، ولأن الجميع متهم بالفساد فلا يستطيع أي رئيس وزراء يتقلد المنصب دون إعطائهم وعود وامتيازات تجعلهم يوافقون عليه. نعم. فجميع الأحزاب اللي لديها مكاسب اقتصادية وفي جميع الوزارات، المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل الأحزاب، موارد الدولة مقسمة على تلك الأحزاب، فمن الصعب جدا أن تتم مكافحة الفساد في ظل وجود هكذا أحزاب مستفيدة من هذا الوضع، وخاصة المبالغ الهائلة التي يتم صرفها في قطاع الكهرباء. نعم، شكرا لك الأستاذ عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.